السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على القناة. عام 2007 وفي مدينة مكناس، وتقريبا مع شي 10 ديال الصباح بحال مكاك. واحد النهار كان الصهد، يعني كانت الحرارة مرتفعة، وكان واحد في واحد الملتقى ديال الطرقات، كان واحد البوليسي ديال المرور مقبل الخدمة ديالو والامور عادية، الى انه واحد اللحظة الحركة ديال السير غتولي شبه متوقفة، الطوموبيلات غيتكدسوا على بعضياتها ويولي لك الاكسون بزاف والمسائل. هنا يعني البوليسي مشى باش يشوف اشنو واقع، كيبان لي واحد الطوموبيلة كحلة واقفة والضواو شاعلين بربعة ديالها. قال واقيلا كاين شي اكسيدون هنايا، ولكن ملي قرب ليها القى بانها ما كاين لا اكسيدون ولا والو، وانما هاد الطوموبيل ربما متعطله. المهم كان كيسوق واحد الشاب في العشرينات من العمر ديالو على حساب المظهر ديالو، كان داير واحد النظر كحلين. قبل ما يوصل ليه البوليسي قال لي اسمح لي بزاف، قال لي راه الطوموبيل توقفات ليا ما عرفتش شنو مالها. المهم عاون البوليسي داك الشاب اللي احتحي الطوموبيل من بلاصتها وسرع حركه السير، اللي حتى الامور ولات كامله على خير وبخير. رجع لي البوليسي باش يطمن عليه ويشوف واش خاصو شي مساعده ولا شي حاجه، كيلقاه حل الكابو وكيقلب، ولكن ملي قرب ليه البوليسي سد الكابو بالخف وطلع الطوموبيل ودار امارش. ملي شاف البوليسي التصرف ديال الشاب بالطريقه، بالي الامر ماشي هو هداك، هو يطالبو بالوراق ديال الطوموبيل، ولكن ملي طالبو بالوراق ديال الطوموبيل ما تسوقش ليه وديمارا وعفط واحد السرعه جنونيه. هنا البوليسي هز اللاسلكي ديالو وحاول انه يعلم الاداره ديالو بهو فرار ديال واحد السيد راه مشابه فيه، انه يقدر يكون دير شي حاجه ولا شي حاجه ولا خاون الطوموبيل، المهم شي حاجه. هنايا ملي كان كيهضروا في اللاسلكي، وقفات قدام واحد المراه الطوموبيل ديالها حطات الزاج وتسنات اللي حتى انهى المكالمه ديالو في اللاسلكي، وقالت لي راه ملي كانت الحركه متوقفه ديال الطوموبيلات حركه السير، راه كانوا شي طوموبيلات ورايا، يعني هي كتهضر، هي كانوا ورايا كيتعرضوا للاعتداء، يعني شي وحدين كانوا كيخونوا الطوموبيلات، وراه واقيلا تخونوا شي وحدين. هنايا ويفهم هاد البوليسي ان هاد خونا او هاد الشاب تعمد انه يوقف بهاديك الطريقه على اساس انه تعطلات لي الطوموبيل باش صحابو او الجماعه ديالو يخونوا الطوموبيلات على خاطرهم. هي هاديك وما كاملاش تقريبا واحد ساعتين ديال المكانه، غادي يلقاو البوليس الطوموبيل اللي هربات البوليسي، غادي يلقاوها مركونه في واحد الزنقه في مدينه مكناس. البوليس غادي يهزوها وغادي يديوها للكوميساريه، غادي يفحصوها، غير لقاو هاد الطوموبيل هادي مسروقه، اتسرقات هادي واحد شهر بحال ما هكاك من مدينه مكناس بالضبط. كانوا البوليس تصنتوا لهذاك البوليس ديال المرور حول المواصفات ديال هذاك الشاب، قال لهم شاب في العشرينات من العمر ديالهم، داير واحد النظر كحلين وماشط واحد المشطه اللي كانت عجيبه وغريبه قالها ليهم، وهادشي اللي خلاه ان العينين ما يقولش شي معلومات عليهم لانه كان داير نظر كحلين، وعطى مواصفات خاصه ديالو صافي. اما بخصوص هذيك المراه اللي قالت للبوليسي انه راه شي طوموبيلات تخون من ورايا، المصالح تاع الامن ما توصلت حتى بشكايه بهذا الخصوص هذا. المهم افراد الشرطه العلميه فحصوا الطوموبيل مزيان وقلبوا ليكون فيها شي بصمات. المهم من غير البصمه ديال مول الطوموبيل الاصلي كانوا جوج بصمات، ولكن دوك جوج بصمات ما تعرفوش ديول من، وربما ديال شي واحد ما عندوش لاكارت او شي واحد اجنبي موقعين في المغرب بصفه غير قانونيه. هنا البوليس تفرنا وتحبسوا لانه ما لقاوش شي خيط يوصلهم لهذا اللي سرق الطوموبيل، ولكن تحط الملف وما تحفظش، ولكن بقى جانبا لربما يبان عما قريب شي مستجد او شي معطى يبداو من خلاله البحث من جديد. داز تقريبا 4 شهور ما بان حتى شي حاجه، ونهار 7 اكتوبر غادي في مدينه مكناس نيس غادي يوقف واحد الباراج ديال البوليس، غادي يوقف واحد الطوموبيل رباعي الدفع كات كات كان جاي بواحد السرعه جنونيه، غادي يوقفها على ود السرعه. هذاك البراج كانوا فيه واحد جوج بوليس، واحد فيهم قال ليه يعني شار ليه بانه يدوز ليمن ويوقف. هنايا داك الشيفور امتثل الاوامر وداز وبحال انه غادي يوقف. جا عندو داك البوليس اللي طلب منه الوقوف، كان هذاك الشاب اللي صايد الكات كات واحد الشاب عشريني عشرينات في العمر ديالو، كان داير واحد النظر كحلين ودير واحد الكاسكيط فيها واحد لامارك مشهوره.
طلب منو البوليس يعطيه اوراق الطوموبيل. قال لي هذاك الشاب، قال لي ياك ما كاين باس، اشنو درت؟ البوليسي ما تسوقش ليه ومدو بيه الوراق ديال الطوموبيل، جبدهم من واحد البسطام عنده تمايا وعطاهم ليه. البوليسي ابتعد عليه، مشى بغى يشوف هاد الارقام اللي كاينين في الوراق، واش هما نفسهم الارقام اللي كاينين في اللوحه ديال الطوموبيل. ملي بعد عليه الطوموبيل كيراقب الوراق واش مطابقين مع النمره، عفط هذاك الشاب اللي سايل كات كات، عفط وتوالى على الانظار وغبر لي الاثر. داز تقريبا شي 4 ديال السوايع، غادي يلقاو البوليس هاد الكات كات اللي هربات من هاد البراج، غادي يلقاوها مركونه في شارع النصر في مدينه مكناس بطبيعه الحال، غادي يلقاوها تمايا، غادي يهزوها البوليس وغديوها الكوميساريه باش يفحصوها مزيان. وكيتبين بان هذوك الاوراق ديال الطوموبيل اللي عطاهم هذاك الشاب ال20 اللي عطاهم لهذاك البوليسي مزورين، ماشي اوراق اصليين وانما غير مصورين. وكذلك هذيك اللوحه المعدنيه يعني الماتريكول ديال الطوموبيل حتى هي مزوره، ماشي الرقم الاصلي ديال الطوموبيل. الشرطه العلميه كيف العاده خدات البصمات اللي كاينين في الطوموبيل، كانوا 2 بصمات، وحده البصمه الاولى ديال نفس البصمه اللي تلقات المرة الأولى في ديك الطوموبيل اللي هربات البوليسي ديال داك الشاب ال20 اللي داير نضاضر بحالها، يعني بالتالي ما طلعوش البوليس ديال من. وبصمة أخرى عرفوها البوليس ديال من، ديال واحد السيد اسميتو الحسين وعنده محل ديال إصلاح هياكل السيارات في زايو في إقليم الناظور. صافي هنا البوليس انتقلوا على الفور لزايو باش يشوفوا هاد الحسين مول الكراج لإصلاح هياكل السيارات. مشاو عندو باش يستفسروا الامر كيفاش القضيه، وراو لهاد مول المحل، وراوه التصوير ديال الكات كات اللي ماخداو لها التصوير اللي مشدوها، وراوه الوراق ديال الطوموبيل وقالوا ليه واش انت اللي بعتي الطوموبيل او صوبتيها، شنو علاقتك بيها؟ يعني هنا البوليس بغاو يعرفوا منه شي سبب منطقي ديال تواجد البصمات ديالو في الطوموبيل. هنايا سكت شويه هذاك الحسين مول الكراج وقال لي انا راه كنبيع عشرة في الطوموبيلات هادي شحال من عام، وراه طبيعي غتكون هاد الطوموبيل هادي من الطوموبيلات اللي بعتهم انا لشي واحد، وعادي تكون البصمة ديالي فيها. هنا البوليس بقاو كيستدرجوا فيه اللي حتى غادي يعرفوا الشخص اللي باع ليه الطوموبيل. في الاول كان متردد شيئا ما، عاقب البوليس انه كيفكر في جواب يبعد عليه الشبهة. قال لهم في النهاية أنه باع الطوموبيل هادي شحال من شهر، باع لواحد السيد من مدينة الدار البيضاء، وملي سولوه على الاسم ديالو قال لهم نسيت ما بقاش عاقل. هنا البوليس كانوا هذوك الوراق اللي تسلموهم من هذاك الشاب اللي هرب لهم في هذاك البراج كان سميتهم أولا في الوراق الاسم ديال الطاهر. طاهر كاينه في الوراق وكاينه في لاسيرونس وكاينه في لاكارت غريز، ولكن هنا يبغاو البوليس من هاد الحسين هذا يعني مول الكراج لإصلاح هياكل السيارات يعرفوا منه معلومات اكثر. قالوا لي شوف السي الحسين، حنا عارفينك انك كتاجر او لك تزور هياكل السيارات وكتعاود فيهم البيع من بعد، حنا عندنا معلومات وعندنا دلائل ماديه كدينك في القضيه هذه، غير تعاون معنا الله يجزيك بخير. حاول انه يتهرب هنا وهنا، وحاول انه يوهم البوليس انه ما عنده شي علاقه بهذه القضيه، ولكن في النهايه تفطن انه طايح في واحد المازق وما غيفكوا منه الا انه اعترف باش البوليس يديروا معاه المزيان ويعاونوه بشي طريقه او باخرى، على الاقل غير ينقصوا عليه الاحكام. وقال لهم في النهايه ان الطوموبيل الكاركات اللي جايين نتوما كتقلبوا عليها راه باعها لواحد السيد ساكن في مليليه، واعترف كذلك بانه هو اللي زيف الاوراق ديال الطوموبيل من بعد ما زور الارقام ديال الهياكل ديالها او لا زور الرقم ديال الهياكل ديال الطوموبيل. قالوا لي سميتو هاد الشخص اللي صاوبتي لي المسائل في مدينة مليليا؟ قال لي سميتو ميمون ومشهور بماريو، يعني معروف عند كل شيء انه الاسم ديالو ماريو. هاد ماريو هذا كانت عنده تقريبا هذيك 25 عام، وهي نفس المواصفات اللي دلا بها البوليسي الاول اللي هرب ليه هذاك خونا اللي كان 20 سنة في العمر ودير نضاضر كحلين وعنده واحد المشطه غريبه، وهي نفس المواصفات اللي دلاو بها البوليس الثاني اللي هرب ليهم في البراج، انه في 20 سنة من العمر وعنده واحد دير كاسكيط هذيك الساعه ما كانش داير مشطه وكان داير نضاضر، يعني نفس المواصفات مطابقه ديال هاد ماريو. وهاد ماريو شنو الخدمه ديالو؟ هاد ماريو تاجر مخدرات
كان كينشط في تجارة المخدرات الصلبة، كان كيستعمل الطوموبيلات المزيفة من بعد ما كيزور الهياكل ديالها وكيدير في أوراق أخرين يعني ماشي سميتو، وكيحول بهم البضاعة ديال المخدرات ديالو من المغرب لإسبانيا. ولكن دابا البوليس خاصهم يطيحوا هاد ماريو أو لا ميمون، خاصهم يطيحوه بأي طريقة، وما عارفينوش فين كاين دابا والتواجد ديالو فين كاين. الحل الوحيد ديالهم هو هاد الحسين مول الكراج لإصلاح هياكل السيارات، لهذا حاولوا أنهم يدخلوا معاه في مفاوضات. قالوا لي شوف السي الحسين، أنت دابا عندك التهمة ديال تزييف أوراق السيارات ياك، حنا غنتعاونوا معاك لأقصى درجة، ولكن أنت تتعاون معنا. قال لهم باش؟ قالوا لي حنا بغينا هاد ميمون أو هاد ماريو يحضر في السماء في الأرض، مهم يحضر. صافي، هنا هذاك الحسين وافق على العرض ديال البوليس واتصل بهذاك ميمون او لا ماريو، اتصل به وقال لي راني لقيت لك واحد الطوموبيل فاخره وواعره بزاف، نضربوا ليها الوراقات ونضربوا ليها الشاصي ديالها وتولي مزيانه وتاخذها بواحد الثمن اللي هو طايح بزاف. صافي، فرح هذاك ميمون، كان هذيك الساعه في مدينه الدار البيضاء، قال لي واحد اليومين وتلقاني عندك في زايو تمايا في المحل. هي هذيك في الاثناء هذه كانوا البوليس كانوا حدا المحل ديال هاد الحسين هذا، كانوا كيترقبوا وصول هاد ماريو او لا ميمون. فعلا نيت جا، وان فوا وصل لقاو عليه البوليس القبض وداوه لاقرب كوميسارية باش يحقوا معاه. وفي الكوميسارية غادي يعرفوا البوليس ان هاد ماريو او لا ميمون ما عندوش لاكارت ناسيونال، وهذا الشيء اللي كيفسر انهم البصمات ما طلعتش، يعني عرفوا البوليس من الاول ان هاد السيد هذا ما دايرش لاكارت او لا اجنبي مقيم بصفه غير قانونيه هنا في المغرب كما قلنا، وعرفوا كذلك ان السكن الرئيسي ديالو في ميليليا ماشي هنا في المغرب، ومولود هو من اب مغربي وام اسبانيه، ومعروف في البطاقه ديالو تما في ميليليا، البطاقه الوطنيه ديالو ديال ميليليا، انه اسم ديالو ميمون، ومعروف في الاوساط ديالو بماريو. هي هذيك البوليس ملي واجهوه بتجارة المخدرات الصلبة وأنه كيستعمل في ذلك الطوموبيلات المسروقة من بعد ما كيزوروا لها الأوراق ديالها والماتريكول ديالها، انفى أي علاقة ديالو بالتجارة ديال المخدرات الصلبة، وبغى يخلي التهمة ديالو غير في هذاك تزييف الأوراق ديال الطوموبيلات ليس إلا. ولكن البوليس طوقوه بالأسئلة وحاصروه وتقاطرات عليه الأسئلة، ما عرف منين كتجي، حاصروه من هنا وهنا. وميمون في النهاية غادي ينهار ويعترف وغادي يقول لهم ماشي أنا بوحدي، حتى هذاك الحسين مول الكراج ديال إصلاح هياكل السيارات تا هو معايا، كانوا بجوج ضمن واحد الشبكة كتنشط في تجارة المخدرات الصلبة على مستوى هذاك البحر الأبيض المتوسط، يعني إسبانيا المغرب أوروبا، يعني الناس خدامين وعندهم واحد الشبكة كبيرة بزاف، كاينين مغاربة كاينين أجانب، والتجارة ديالهم ممزوجة ما بين تجارة المخدرات وما بين سرقة السيارات وتزوير الأوراق ديالها وتزوير هياكل ديالها، وهي باش كيستعملوا لهاد التجارة هذه. كما قلنا هذاك الحسين مع ميمون راهم مجدودين دابا، شدوا واحد ثلاثة ديال العناصر اخرين مغاربين حتى هما جابوهم، وفي النهاية البوليس قدموهم المحكمة اللي حكمت عليهم بثلاثين عام ديال الحبس الواحد بتهمة سرقة السيارات وتزوير الاوراق ديالها وتزوير هذاك الهياكل ديال السيارات والتجاره في المخدرات الصلبه والترويج لها واحداث شبكه يعني دوليه في ذلك. تحكموا كما قلنا ب 30 عام ديال الحبس. وهنايا كتسالي الحلقه ديالنا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.